هنا القاهرة، أهلا بكم. النهاردة هنبدأ بشكل استثنائي مع حالات إنسانية علشان ظروفهم الصحية الصعبة. ومعايا دلوقتي في الاستوديو إسلام. إسلام طفل عنده 10 سنين، كان عايش حياته عادي بيلعب مع أصحابه، وفجأة أصيب بمرض غريب شوية. والده ووالدته لفوا بيه على مستشفيات مصر كلها. حكايته ايه؟ هنعرفها من والده الاستاذ سرور زكريا، ووالدته مدام رندا اللي معانا في الاستوديو. اهلا بيكم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. اسمك ايه يا اسلام؟ اسلام. اسمك اسلام؟ شفت انا بوقعك ازاي؟ عايزاك تبتسم وتضحك يا حبيبي. يا رب. انت في سنه كام يا روحي؟ تالتة. تالتة؟ حبيبي. وشاطر ولا لا؟ شاطر. طبعا. شاطر، عشان كده قاعد معانا وجاي في البرنامج. انت بطل. طيب استاذ زكريا، حريك احكي لنا بقى حكايه اسلام. اسلام جه في الاول كان في شهر 9 20 9، كان كويس ما فيش اي حاجه. عرضت وشفت عليه اعراض، مش قادر يمشي، مش قادر يطلع السلالم بتاع البيت، قلبه بيطب كتير، حاجه غريبه شويه، صراعات ضربات قلبه سريعه جدا. لاحظت عليه حاجات غريبه، رحت للدكتور وعملت اشعه ايكو. اول حاجه بدات فيها ديت اشعه الايكو، عملتها له الدكتور مجد ابو الخير. الدكتور مجد ابو الخير قال لي ما عندوش حاجه، وضربات القلب كويسه وكل حاجه. دي اول حاجه، دي البدايه اللي عملتها له. وجهني للدكتور. ده تخصصه ايه؟ دكتور قلب اطفال. قلب اطفال. بعد كده وجهني للدكتور طارق الدسوقي، امراض صدريه وحساسيه. فقال لي ممكن نشوف الطفل، فشاف الطفل وعمل عليه كل حاجة. فقال للطفل دوت في عيب خلقي من الأول، من بداية ولادته. قلت له ازاي يا دكتور؟ في منطقة الصدر. منطقة الصدر مع الصدر بالضبط، مع الصدر من ورا. قال المسافة من صدره لظهره 3 سنتي، الإنسان العادي بيبقى فيه 5 سنتي. عظم الصدر بيضغط على الرئتين، ما بيدلوش براح اللي هو يشتغل. قلت له دكتور ابي الحل دي؟ قال لي دي في عمليات بتتعمل بره، لازم يتعمل له عمليه توسيع الصدر بره عشان خاطر ايه، ياخد نفسه والرئتين يشتغلوا كويس. طيب يا دكتور ايه الحل؟ قال لي وجهني للمستشفى بتاعته، جامعه عين شمس، مستشفى المنصوره، طب المنصوره. ورحت وديت اسلام، عملت له وظائف، طلعت الوظائف ما فيش فيها اي حاجه عنده، ومش قادر يسحب بوظائف خالص ولا قادر يعمل اي وظائف. فيا دكتور ايه الحل؟ اللي هي وظائف رئه ولا وظائف رئه؟ وظائف رئه في الاول، بعد عنده في قلب القسم وحده الحساسيه، وطلعت سليمه وما فيش اي مشكله. لا، مش قادر يسحب اصلا الوظائف ولا قادر يعمل اي حاجه. مش قادر يسحب الوظائف ولا قادر يعمل اي حاجه. فدكتور يعني ايه مش قادر يسحب الوظائف؟ وظائف مش قادر يسحبها، مش قادر يجيب، مش قادر يجيبها، مش قادر يعمل نتائج الوظائف عامه. فدكتور ايه التحليل يعني حضرتك تقصد كان في مشكله؟ لا، في وظائف بيتعمل في البق كده، سحب وتخفيف. فهو مش قادر، ما عندوش النفس، ما عندوش، مش قادر، ما عندوش، لان كان خارج ماشي معانا بنفس التنهيجه اللي ماشيه ديت، النفس بتاعه العالي دوت. فيا دكتور ايه الحل؟ فكتب لي تقرير وقال لي روح لتوجه للدكتور الدكتور عادل الجمل، خليه يبص على الحاله ديت عامه. وجهني للدكتور عادل الجمل بعد ما عمل تقرير في مستشفى المنصوره. يا دكتوره الحاله اللي هو بيقول عليها، الرسمه اللي بيقول عليها ديت، بالنسبه للصدر، صدر الطفل بيبقى موجود كده، بيبقى فيه فراغ 5 سم. الطفل بيبقى دي اسلام محتاج 3 سم من صدره لظهره، فمحتاج توسيع صدر لحد ديت. شككت في اموره او كلام اللي هو بيقول عليه اصلا. وجهني للدكتور بالخطاب بتاعه دوت من مستشفى الجامعه بتاعت المنصوره، طب المنصوره. رحت له في العياده بتاعته الخاصه بتاعته. قال لي انا ما اقدرش اعمل في الحاله دي حاجه بتاعتك، الحاله دي سيبها وديها على الاكسجين وسيبها كده مع ربنا. يعني ايه سيبها مع ربنا؟ مش فاهم. سيبها كده يعني ما لهاش حل. يعني طيب. يعني هوبلس كيس زي ما بيقولوا. ما فيش حل لها الحاله دي، حاله ميؤوس منها، حاله ميؤوس منها. قلت له طيب يا دكتور مالهاش حل خالص. قالوا لك الكلام ده في جامعه المنصوره؟ لا، الدكتور دوت مال، الدكتور طارق الدسوقي بعتني للدكتور عادل الجمل. الدكتور عادل الجمل ده اخصائي قلب اطفال وجراحه قلب. قال لي الحاله ديت ميؤوس منها، ما اقدرش اعمل لك فيها حاجه. قبليه يا دكتور قال لي بالنسبه للاشعه بتاعت ابنك
موجود الاورطر، الورم اللي ماسك الاورطر وماسك القصبة الهوائية وماسك معانا العمود الفقري، يعني ما عرفش دخول جراحي في المنطقة دي ابدا ابدا. يعني هم اكتشفوا كمان ورم موجود؟ موجود مع الاشعة اللي انا عملتها برضك ومع التقارير اللي انا عملتها، ان بالنسبة للورم اللي موجود موجود هنا في القصبة الهوائية هيت ورا ورا هنا في العمود الفقري من ورا ده كله ايه؟ كان كله عبارة عن التهابات في الاخر. دكتور هاني حسن اخر حاجة التهابات دي، بس دي في اخر واحد معانا. التهابات مش ورم؟ التهابات مش ورم، مفيش حاجة وصلت الامور ده كلها. ده مين بقى اللي قالك انه التهابات مش ورم؟ دكتور هاني حسن ده اخر واحد. ده تخصص ايه؟ دكتور امراض صدر ورئة، ده هو اللي عامل العملية وسحب الورم وقالوا عليه ورم وقالوا عليك ده، لخبطوني لخبطة سودة من خد عينة من الورم. طيب خدنا وخدنا عينة من الرئة وايه وطلع طلع الورم من الالتهابات عادي في الاخر حاجة. خلصت مع الدكتور وقال لي فيه اتوجه للدكتور عماد القراعة، هو اللي يقدر يسحب لك من المكان دوت عند ابنك في المنطقة دي. فين في الدكتور ده؟ قال لي في مصر الجديدة في شارع الحجاز. توقع تفضل عليه، خد اسلام معانا بنفس التنهيجة اللي ماشي بها والحال اللي هو ماشي بها. نطلع على مصر مسرح الحجاز نعمل عند ابننا، نشوف ايه الدكتور عماد القراعة يا استاذ عماد القراعة الوضع بتاع اسلام، الاشعة اللي موجودة عندنا والحالة بتاعت اسلام. قال لي الحالة ديت ما ينفعش نخش من الصدر من قدام، مفيش ابرة موجودة بتخش من عظم الصدر عشان تاخد العينة من هنا. قام موجهني لمصر الاشعة اللي في خليفة المامون، قال لي هناخد منها نسحب من الظهر من ورا، سحبنا بالابرة عينة اول مرة طلعت العينة مش مظبوطة. كل ده عشان تعملوا وظائف رئة؟ لا، عشان نعرف ايه اللي عند اسلام. سحبنا تاني مرة، الدكتور برضك قال لي انه مش متأكد من التشخيص مظبوط. للدكتور وحيد طنطاوي اللي هو ماسك مصر الأشعة اللي في خليفة المأمون، سحبت لتاني مرة بنفس التكلفة، قام طلع ايه؟ ان الورم اللي موجود حميد وما يعملش كل اللي هو بيعمله ده كله. طب كويس، ما يعملش كل اللي هو عنده الإسلام والهيجان اللي عنده ده واللي حصل ده كله. ترى الدكتور تاني وصلني عماد القراعة وبعتنا في إلينا، قالوا ما فيش أي حاجة مجرد التهابات. آخر حاجة بعد ما خدت ابني وصلت للدكتور ماجد القاسم دوت عندنا في المنصورة عيادة خاصة برضك، قال لي أنا ممكن أخش من برة أخش أعمل لك الجراحة وأخش أخد الإيه الورم من الداخل عادي، بس حد قدام يفتح لي من قدام. قلت له يا دكتور إيه الحل؟ قال لي شوف لي حد يعمل معايا ويساعدني وأنا أخش أعمل لك. فالدكتور ماجد القاسم وجهني ساعتها للدكتور رامي صبري. رامي صبري ابراهام قايل لي ان الورم اللي موجود عند اسلام ما يعملش حاجه، المشكله عند اسلام عيب خلقي، كتب لي تقرير بالحكايه ديت، واسلام محتاج بار بار بار. البار ده ان اسلام صدره جاي على الرئتين ضغط على الرئتين، فالرئتين ما بياخدوش حقهم. كتب لي تقرير ساعتها من المستشفى بتاعته هي التخصص اللي هو كان الخاص بتاعته، وقال لي ان محتاجه ولازم ان البار دي يجي، والبار موجود في جامعه عين شمس التخصصي ومستشفى اسيوط. يا دكتور انت عملت العمليه دي قبل كده؟ البار دي بيخش من تحت العظم كده بيطلع العظم لبره عشان هو ضغط شويه، بس اسلام ما عندوش العيب ده خالص، اسلام كويس من اول حاجه مفيش اي حاجه عنده الكلام ده. يا دكتور ايه الحل؟ رحت انا والمدام قعدنا من عنده، قال يا دكتور ايه الحل؟ قال لي احنا نجيب لك البار ده، البار ده بيجي من تركيا والواحده ب 40,000 جنيه. قلت له خلاص مش مشكله نبدا الاول، لو هي دي اللي هينقذ ابننا ما فيش مشكله. بدات معاه وهو محتاج كم واحده؟ اتنين بار في العلامه اللي معلمهم حتى في الصوره معلم واحده فوق واحده تحت. اتنين بار. قلت له طيب يا دكتور اطلب لنا البار دوت وهاتوا لنا نشوف الوضع بتاعه، لو هو يتحسن يبقى حاجه. قال يا دكتور المدام قالت له انت اول مره تعمل العمليه ديت؟ قال انا اول مره. طيب انا هجذب بابني اللي هو عمله معايا. اما وجهني للدكتور حسين الخياط، قال لي روح لاستاذي. كل دي دكاتره روح لاستاذي في الاسيوط. خدت اسلام والمدام وطلعنا على اسيوط دوت. اول ما شاف اسلام قال لي لا اسلام ما عندوش شاب خلقي ومش محتاج بار، مش محتاج بار عامه، اسلام للمشكله ممكن تكون الورم اللي هو اللي عامل الهيجان ده كله والوضع بتاعه.
ابي يا دكتور ابي الحل ايه؟ وجهني للدكتور نادر فصيح في اسكندريه من اسيوط لاسكندريه. قال لي ابنك لازم يخش 57. دخلت 57 قعدت فيها 15 يوم. التاريخ من يوم 12 انا دخلت باسلام على اساس انه في ورم يعني؟ قالوا في ورم ولازم يخش، والورم اللي كان عامل هيجان وعامل ده كله ولازم يتحجز يخش في 57. دخلت بالحاله واتحجز اسلام بالحاله. قعد 15 يوم يلف حوالين نفسهم في 57، تقرير 57 اهوت ما وصلوش لحل الاسلام. الدكتوره ايناس محسن والدكتور وائل ذكري يحاولينا يقول لك احنا تعقدنا من اسلام، اسلام مش عارفين نوصلوا لحل. اسلام يعني في مشكله يعني في اسلام، مش عارفين يشخصوا حالته، مش عارفين يوصلوا لحاله. قالوا له، قالوا لنا لا هنخرجه. اصل كل اللي حضرتك بتقوله ده تشخيصات متضاربه يعني كلها. الدكتور قام راح عاتلي 57 التقرير بتاعه مامض، وساعتها في اليوم اللي احنا كنا موجودين فيه قال هنقفل دوزي اسلام لان مش عارفين نوصل له، ولازم تطلعوا الدكتور صدر اطفال هو اللي يوصل الامور. وجهتني يوميها ساعتها للدكتوره منى الفلكي، هي اللي هتشوف الموضوع. والمنى الفلكي كانت خارج مصر 15، هتجي لي 15 واحد تيجي مصر. دي تخصص ايه بقى؟ اللي هي صدر اطفال وحساسيه. قالت هي المشكله كذا واحد صدريه، ما هو محدش عارف يوصف الحاله بتاعت اسلام. طيب. محدش عارف يجيب حاله اسلام. حاله اسلام خدت 57 ودخلت اسلام، قعدت 15 يوم. خرجنا باسلام من البيت من ال 57 15 يوم ورجعنا البيت، قعدنا في البيت عشان حالته، وخارج من المستشفى باكسجين ولسه ما فيش اي حاله الامل لاسلام. ايه اللي عند اسلام؟ توجهت تاني للدكتور اسمه نشأت في المنصوره، خدت اسلام لا اله الا الله، دكتور تاني امراض صدريه عشان يشوف ايه اللي عند اسلام. قام راح قايل اللي عند اسلام ابنك مش هو الموضوع ده، الورم بيفرد مادة اسمها بلازما بتضغط على الرئتين. أبي يا دكتور دي ايه المادة دي عبارة عن ايه؟ قال لي هي اللي عاملة كل المشكلة عند ابنك. وجهني ساعتها للدكتور محمد الخطيب، رحت له في جامعة المنصورة. قام راح قايل ان ما عنديش مكان للطفل عشان ما فيش عندنا مكان للبلازما وما فيش اماكن فاضية عندي. طيب لف بابني عشان ده كله بلف مصر كلها. الحاجة الوحيدة اللي وصلت لها الدكتور أحمد فهمي. دي أحمد فهمي دي موجود في عبده باشا، دكتور شغال في الطب العالمي. قال لي اللي عند ابنك والجماعة بيقولوا إيه بلازمة ومش بلازمة، ابنك ما عندوش. الناس دي ما بتتهرج، إن الدكاترة دي كلها بتهرج بتقول كلام غلط في غلط. أبي يا دكتور إيه الحال اللي عند ابني؟ قام راح قايل اللي محولني عند الدكتور أحمد الصادق في العاشر من رمضان. كل دي بالسياره وسننا ماشي ما قلنا من نلف بمصر كلها، وكل ده يا حبيبي هو معاك، وهو نفس الحوار اللي ماشي معايا في الخمس شهور دول كله من شهر 10 لحد شهر 3 وانا بس لسه موجود. كم دكتور كده؟ اكتر من حوالي 20 25 دكتور بيلف مصر كلها ومفيش حد عارف يعمل حاجه. طب اتفضل يا فندم كمل. اسلام الدكتور احمد الصادق دوت دي الوحيد اللي وصلني للدكتور هاني حسن. اما سال الدكتور جامعه عين شمس قام راح قايل له مين اللي بيفهم في حكايه البارات، البار اللي بيتعمل لصدر الاطفال او ايه اللي بيضغط الرئتين والكلام من ده. فقال له اللي موجود في مصر اللي بيعمل العمليات ديت هاني حسن. قلت له خلاص ماشي. ابي يا دكتور قال لي اسلام لازم يخش مستشفى ضروري، لان لازم يخش رعايه لان اسلام تعبان جدا واحتمال يجي له ازمه. الدكتور دوت احمد الصادق هو اللي نفعني واداني رقم عنوان الدكتور هاني حسن، وصلت له. ودي هتخش المستشفى سبعه اللي هي مستشفى عين شمس التخصصي. خدت ابني هو تعبان يا دو اخش الطوارئ، مش راضيين يدخلوه من الطوارئ، ما عندناش رعايه اطفال وما عندناش مكان للاطفال. مستشفى ايه؟ مستشفى عين شمس التخصصي. اه ما حدش راضي يخش معانا، قلنا ما عندناش رعايه اطفال وما عندناش اطفال بتخش في السن العشر سنين. لفيت بابني في مصر، رحت امبابه مستشفى الصدر امبابه اهيت، اتحجز في قلب مستشفى سبعه اللي هي امبابه. قعد في امبابه لحد الفجر، اتعمل له جلسات والازمه بتاعته. بعد كده جبت له جهاز وقعدته في البيت لحد ما اشوف ايه الحل بتاع اسلام، واتعمل له الاشعه بتاعته اهيت في امبابه، وظهر عنده في اول حاجه دوت كان في تليفات موجوده عنده، تليفات في الرئه. تليفات في الرئه، وقال لي كان وهي ما كانتش ظاهره في الاشعات اللي قبل كده، ما كانش حد عايز يفهم حد، حتى التقارير اللي معايا اشعات موجوده معايا. يا دكتورة، الدكتورة آخر واحد وصلت له الدكتور ياسر عقل، يسري عقل، شاب بس دوت اللي أنا عامله في شهر 10. أنا محتاج زرع رئة تاريخ 10 1 10 اهوت الأشعة المقطعية اللي عاملها.
انا عملت من ديت اتنين، واحده بالرنين، واحده بالصبغه، واحده بمقطعيه بالصبغه كمان، واحده منهم راحت بريطانيا. هو راح قام وصل لدوت، اول ما راح له شافني بس شاف الحاجه بتاعت اسمه، قال لي التقارير اللي جاي من بريطانيا بتطابق التقارير اللي معاك دي، طب الاشعه، قال لي ابنك بيقول ايه، ابنك محتاج زرع رئه وعنده تليفات نادره، نادره بتحصل في الاطفال ونشطه عامه عند الاسلام، نشطه باستمرار ولازم يزرع رئه. هو في زرع رئه في مصر؟ ما فيش في زرع في مصر، قال لي خارج مصر. طيب معلش حضرتك بس لحظه، معانا الدكتور هاني حسن استاذ جراحه الصدر بكليه الطب جامعه عين شمس. الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا يا فندم. يعني عايزين نعرف ايه مشكله اسلام يا فندم اللي معانا طبيا ايه؟ والله اسلام طبعا انا يعني الاستاذ صوت، يعني انا عارف على الصوت اللي هو الو يا دكتور. اتفضل يا فندم. الدكتور طبعا اللفه الطويله اللي هو بيحكيها لحضرتك دوت مبنيه على ان فعلا الاسلام كان عنده يعني حاله نادره من الحالات اللي ممكن فعلا يعني تتطلب ان هو يعدي على كذا تخصص، وانه الناس تحاول توجد تشخيص من فحص ومن اشعاعات ومن وضع كلينيكي مختلف. يعني هو اسلام يمكن اللي خلاه يلف كتير كده شويه، انه اول حاجه كان عنده تشوه خفيف في القفص الصدري، بس دوت طبعا ما كانش هيبقى مسؤول خالص عن حاله الصعوبه في التنفس الشديده اللي عنده ونقص الاكسجين في الدم. ما كان هو متصور ان هو ورم ولف دي على مستشفيات كتيره، في مستشفيات الاورام وفي 57 هو ما كانش ورم. يمكن لما شفت الاستاذ سرور قلت له ان كان ما عندوش اورام يعني تقلق خالص ولا تكون اي سبب من اسباب المشكله اللي عنده، انما اي حد عنده نقص حاد في الاكسجين، نسبه الاكسجين عند اسلام كانت بتوصل 60 و65% لما شفته، وده رقم واطي جدا ما بيقدرش يخليه يتنفس كويس، وممكن لو ساب من غير اكسجين فتره طويله يبتدي ان هو يدرق. وده مش هيبقى ليه علاقه لا بتشوه في القفص الصدري ولا باورام موجوده بالشكل دوت، وكنا لازم نفكر في نسيج الرئه. يمكن اللي كان يعني محير شويه انه الشكل بتاع الاشعه ما كانش بهذا السوء او بهذا الشكل السيء من التليف اللي يوصل للحاله الصعبه اللي كان فيها. بس احنا يعني كنا بعد ما اتكلمنا مع بعض وتناقشنا ويعني وطبعا كان هو لما انا شفت اسلام كان في حاله فشل تنفسي، وكنت بكلم مع والده ان هو اي تدخل هنعمله علشان نحاول نشخصه بعد الشهور الطويله ديت هيبقى في نسبه من الخطوره، بس ما كانش قدامنا حلول كتيره قوي لانه الولد كان يعني بيتدهور بسرعه كبيره جدا، وفي خلال شهور قليله ابتدى يتدهور، ما بقاش قادر يتنفس لوحده ويحتاج اكسجين علشان يقدر يساعده. فكنا عارفين ان احنا ماشيين في سكه شكلها يعني محتاج تشخيص او مش هنلحق نشخص. فقررنا ان احنا نتعامل مع نسيج الرئه وناخد منه عينات، وفي نفس الوقت طبعا بما ان احنا كنا جوه فخدنا ما سمي بالورم اللي هو طلع مش ورم ولا حاجه، كانت مجرد شويه غدد لمفاويه ملتهبه من التاثر الشديد اللي في نسيج الرئه. هو اسلام عنده مشكلة أقرب إلى المناعية، إنه الجسم بيهاجم نسيج الرئة، ودوت إحنا شخصناه بعد ما بعتنا نسيج الرئة إلى حد متخصص في أمراض نسيج رئة الأطفال. ده بيبقى تخصص نادر جدا ورقيق جدا على مستوى العالم، يعني بيقدر يبص على النسيج بالميكروسكوب ويعرف إيه المشكلة. فهو كان التشخيص إن عنده حاجة اسمها نون سبيسيفيك انترستيشن نيمونايتس، ودوت بيبقى عنده جسم بيهاجم نسيج الرئه نفسه، بيمنعه ان هو يقوم بوظيفته، بيمنعه يعني ان هو تقصد انه من الامراض الوراثيه؟ لا مش من الوراثيه، بس في جزء مناعي كتير، يعني مش لازم يكون في عنده حد في العيله عنده نفس المشكله، انما هو في جزء مناعي، اضطراب في المناعه انه الجسم يبتدي يهاجم نفس الانسجه بتاعته لسبب غير معلوم. طبعا امراض نسيج الاطفال أمراض نادرة كلها، يعني نسبتها في الدنيا كلها قليلة، عشان كده
مش حالات كتيرة بتتشاف على مستوى العالم. اسلام ابتدى ياخد أدوية تساعده على إنه يعني يتنفس أحسن شوية، أدوية تقلل المناعة، أدوية تقلل الالتهابات الشديدة اللي في الرئة، تخسر عليها شوية بالذات بعد ما شخصنا، بس طبعا ما لا يزال إنه المرض موجود في نسيج الرئتين ومنتشر في كل جزء من الرئتين. ومفيش حل سريع دلوقتي عمال. نعم سريع دلوقتي حمد. نعم سريع يا دكتور، سريع 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 طبعا سريع سريع طبعا فنسيج الرئة كله موجود فيه المشكلة، والحل الدائم اللي هو يقدر ان هو طب معلش يا دكتور هاني، يعني اخر ده كله ايه الحل، ايه اللي احنا نعمله واللي ممكن يتعمل اسلام عشان ننقذه، ايه اللي محتاجه؟ هو حاليا نقدر نقول انه الحل الافضل على المدى الطويل هو بالتاكيد هو ان احنا نعمل الرئتين. هو ايه ودوت حضرتك بتقول ان هو الحل ايه دكتور؟ معلش تاني معلش لانه صوت الجهاز مخلينا مش سامعين كويس وما اقدرش اقفله، معلش فنتعاون كده مع بعض نيجي على نفسنا شويه. لا ولا يهمك اتفضلي. لا ولا يهمك اتفضل. حضرتك بتقول الحل ايه؟ معلش زرع رئه هو احسن حاجه للاسلام. زرع رئه بالتاكيد، زرع رئه بالتاكيد. هو طبعا دي يعني حاجه كبيره وعمليه كبيره، ولكن يعني لازم نقول ان اي حاجه ما دون ذلك هتبقى علاجات مؤقته لمحاوله تقليل الالتهاب، تقليل التأثير اللي في النسيج بأدوية بتأثر على المناعة، بأدوية بتقلل الالتهاب، إنما في دواء ممكن يخف معاه تماما ويروح المشكلة ديت، الحقيقة لا. طب يا فندم الزرع الرئة ده ممكن يبقى في مصر ولا ما فيش؟ هو مش متوفر حاليا في مصر، والأسباب إنه أول حاجة إحنا في مريض زرع رئة بنحتاج في الغالب فصين من رئتين، وانت حضرتك عارفه طبعا انه النظام الزرع في مصر بيقوم على انه في شخص حي بيقوم بالتبرع بجزء من اعضائه للمريض. واحنا عندنا القانون لا يجيز نقل الاعضاء من غير الاحياء، مش كده؟ بالظبط. فطبعا دوت يعني في مريض زرع الكلى وفي مريض زرع الكبد دوت ممكن، في مريض زرع الرئه هو ممكن برضه، ولكن نتائجه أسوأ بكتير، ان احنا نجيب اثنين متبرعين كل واحد يتبرع بفص من الرئه لمريض. طب معلش يا فندم ده لو حتى جبنا دول هيتم العمليه دي فين؟ والله كلام هو زي ما بقول حاجه كده، هو الكلام دوت يعني مش لسه في بعض الاجراءات اللي ممكن يعني لازم تتخذ علشان نقدر ان احنا يعني الكلام دوت يمشي بشكل رسمي، فنقدر نقول انه هل الزرع متوفر حاليا او في خلال اسبوع شهر شهرين؟ لا، الاجابه هي لا. احنا بنحاول الحقيقه نعمل الكلام دوت، بس يعني الكلام دوت ممكن ياخد شويه وقت. طب يا فندم معلش سؤال تاني يا دكتور هاني، معلش انا بحاول ايه انجز زي ما بيقولوا بحاول الحق، انا حاسه ان كل دقيقه يعني بنضيعها او بتروح هي بتفرق معاه، فانا معلش هتلاقيني بعمل مداخله عليك كتير وسريعه. دلوقتي اسلام لو سافر بره، هل سهل انه يلاقي عمليه زرع الرئه دي المتبرع بتبقى سهله؟ ولو ده سؤال. ما فيش متبرعين بره يا فندم، هو بيكون من متوفي. طب هل بيحصل من نقل غير الاحياء هناك ده بيحصل بسهوله؟ هل في مستشفيات متخصصه؟ والله حضرتك يعني هو في دلوقتي يعني تتبنى القصه دي بشكل كبير جدا لغير المواطنين بتوع البلاد بتوعها، زي الكلام دوت في الهند وفي الصين بيوفروا الخدمه ديت لغير المواطنين او المقيمين في بلادهم. من يعني اقدر اقول انه تحديدا يا فندم في الهند والصين مثلا دول من احسن البلاد اللي بيتم فيهم ده بسهوله؟ دي احسن فرصه نقدر نتكلم عليها من ناحيه اللوجيستكس بتاعه الزرع،
احسن فرصه دلوقتي موجوده للمصريين. طيب سؤال تاني معلش، تقريبا بتبقى نسبه نجاحها كام في الميه؟ والله حضرتك دي بتخضع لامور كثيره، انما نسبه نجاح زرع الرئه بشكل عام بانه النجاح بيقاس دايما بانه المريض عايش وكويس بعد 5 ل10 سنين من اجراء الزرع. فبالنسبه لزرع الرئه في الاطفال حوالي 70% ل75% من الاطفال بعد 10 سنين من زرع الرئه بيبقوا عايشين وكويسين خالص. طيب معلش بقى اخر سؤال، تقريبا بتبقى تكلفتها حوالي قد ايه؟ وراحك هو ده يعني الاماكن اعتقد ان هي مختلفه، كل مكان بيدي الاوفر. طب حضرتك اديني مثال. انما انا اعتقد ان هي في البلاد دي ممكن توصل ما بين 55 ل70 ألف دولار. 55 ل75 ألف دولار. طيب يعني نبدأ منين؟ مش عارفة نعمل ايه، مش عارف يعني دلنا يا دكتور يعني نعمل ايه لو لقينا حد يعني في قلبه رحمة وانه يقدر يتعاون وانه يقوم بالمهمة دي وانه يطلع اسلام ويسافر ويعملها، نبدأ ازاي؟ نعمل ايه؟ ومين الدكاترة يعني مش عارفين، وهم من الواضح ان هم الحقيقة برضو الاب والام برضو في حيرة مش عارفين يعملوا ايه. لا طبعا طبعا هو يعني انا مقدر جدا يعني انا يعني هو معاك، انا متعاطف يعني مع اسلام كشخص بعيد عن ان هو المريض بتاعي، يعني ان هو يعني زي ابني يعني، فانا متعاطف معاه جدا وانا عارف المعاناه بتاعت ان ولد يبقى مش قادر ياخد نفسه قدام ابوه او امه، ده حاجه بتكون يعني مؤلمه جدا يعني، فربنا سبحانه وتعالى يتم شفاءه. اول حاجه يعني اعتقد احنا محتاجين بس نحاول نتواصل مع الاماكن اللي ممكن تساعدنا في كده، ونقدر نعرف الاجراءات اللوجستيه اللي هم بيحتاجوها، وبعد كده يبقى عندنا تصور واضح ل ايه اللي ممكن الاجراءات اللي تتعمل في خلال الوقت القليل دوت، ان احنا نسافر اسلام لو كان في يعني امكانيات توفرت لكده. انما انا اعتقد ان احنا يعني محتاجين نمشي في السكه ديت في الاسلام، لان ديت يعني اكثر الطرق اللي ممكن تكون فعلا مفيده لحياته. شكرا دكتور هاني. ومعانا برضو احد الاطباء برضو اللي كانوا متابعين حاله اسلام، معانا الدكتور يسري عقل رئيس وحده تليفات الرئه بطب القصر العيني. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اهلا يا دكتور. ننقذ اسلام ازاي يا دكتور؟ يعني انا جبت من الاخر زي ما بيقول. اسلام وعلاج زي اسلام محتاج زراعه رئه. بس اسلام الوحيد يعني. احنا عندنا عشرات الالاف في مصر محتاجين زراعه رئه. طب والعشرات الالاف بيعملوا ايه حضرتك؟ ما بيعملوش حاجه، يعني بنتفرج في مرحله ومراحل. بعض امراض التليفات ما بتستجيبش الادويه زي اي عضو بيتليف، وبتبقى النتيجه ان محتاجين نعمل له زراعه رئه. دي الحل الوحيد. احنا مشكلتنا في مصر ان زراعه الرئه لازم تبقى من متوفي لحي. يعني التبرع بجزء من رئه دي ما بتنفعش، اللي هو التبرع من حي ده بتبقى نتيجه عمليه نتائجها سيئه جدا. مشكلتنا ان احنا لحد الان طلع القانون في 2014 لكن لم يفعل. طيب في ظل بقى القانون اللي احنا بيتطبق واحنا لازم نعيشه، الحاله زي حاله اسلام يعمل ايه؟ طيب حضرتك يعني تنصح بايه؟ المشكله برضه ليست مشكله ماديه بقى، اسلام لو معاه فلوس النهارده مش هيعرف يستفيد. اي دوله محترمه فيها مراكز زراعه رئه محترمه يعمل عمليه. ليه بقى؟ لان الرئه دي قطعه غيار قليله، انت بتاخديها من متوفي حديث، معظم الناس التي تتوفى بيبقى الرئه بتاعتهم فيها مشكله. فهي قطعه غيار عزيزه، فكل الدول المحترمه اللي هي المتقدمه في العالم
بتدقي المواطن بتاعها. اي دوله في العالم عندها زراعه رئه عندها ويتنج ليست، عندها قائمه انتظار طويله جدا، فالمواطن بتاعها له الاولويه عن المواطن اللي مش بتاع الدوله. فالقضيه في المقام الاولاني ليس مين اللي يمول الفلوس، المقام الاولاني اي مركز زراعه محترم في العالم المواطن بتاعه اولى. المكان الوحيد اللي ممكن يعملها له، بس ده محتاجه قرار من الملك سلمان، هي السعوديه. السعوديه عندهم زراعه رئه بقالها عده سنوات. عندهم زراعه رئه؟ نعم عندهم زراعه رئه في السعوديه؟ اه بقالها اكثر من 10 سنين عندهم مركز زراعه رئه كويس. برضه هم ما بيزرعوش غير المواطنين السعوديين، لكن استثنى من الملك بقرار ملكي ممكن ياخدوه. طب يعني احنا بنناشد السلطات السعودية وبنناشد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان انه يعني هم طول عمرهم يعني أصحاب قلوب ورحيمة وأهل خير وعطاء، يعني إذا كان ممكن انهم ينظروا بعين الرحمة لحالة إسلام، لأنه في إيديكم انه ممكن إسلام يعيش يعني بعد إرادة ربنا طبعا سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هيعيش بإذن الله. وشكرا لحضرتك يا دكتور. يعني أنا مش عارفة، يعني أنا شايفة أنه الموضوع وصل عند حتة أن احنا نقول يا رب، وانه حتى الدكتور بيقول الموضوع مش موضوع دلوقتي فلوس حتى. نعم. موضوع بلد ومكان وامكانيات طبيه بتعمل العمليات دي، والزرع يبقى فيه الرق، وهي البلد اللي ممكن يحصل فيها ده السعوديه. نعم. يعني يمكن بص هو ربنا كريم، ما تعرفيش يعني الخير فين، يمكن ربنا سبحانه وتعالى حتى لو احنا هم مش شايفيننا دلوقتي، يمكن الفيديو ده يطلع يروح من ايد حد لحد لحد لحد، يمكن يوصل لهم، يمكن ربنا يكون وقتها يعني منزل في قلوبهم الرحمة اللي تخليهم ان هم ياخدوا القرار في ساعتها. بصي ربنا اذا قال كن فيكون. يا رب يا رب. يعني انا كان نفسي انه يبقى في ايدي انا حاجه النهارده اقدر اعملها الاسلام، كنت هعملها انا فورا. يا رب. يعني انا كلمت دكتور في فرنسا، دكتور فرنساوي، وبعت تقرير عن الحاله. نعم. والتقرير بعتناه لمستشفى الاطفال. اه. والتقرير في الاخر هو نفس اللي بيقولوه ان هو محتاج زرع رئه. نعم. وانه كل الحاجات دي انا ما قريتش التقرير بصراحه لانه بالفرنساوي وما فهمتش هو عايز ايه بالظبط، بس انا كل حكايه اني تواصلت مع الدكتور الفرنساوي وبعت له كل الحاجات اللي انتوا كنتوا مدينها لنا. نعم. وجي رايه في الحاله بصرف النظر، هو في الاخر انا اللي شايفاه ان هو محتاج فعلا اسلام يعني كان حقته يزرع من شهر 11. يعني اسلام حالته متاخره جدا. يعني كان يوم اسلام التلاتة. حضرتك ممكن حضرتك ترفعي الصوت شويه عشان الجهاز من السما. اسلام حقته كان صوتك انت مش المايك حضرتك. اسلام كان حقته من شهر 11 حقته كان يزرع زرع رئه، فاسلام كل ده وقت متاخر عليه، يعني كل ثانيه بتعدى عليه خطر في حقته ان هو يزرع زرع رئه بسرعه. يوم الثلاث كان يوم الثلاث جات له ازمه جامده. الاكسجين بتاعه كان صدره قفل خالص، وديته مستشفى الكوينزي. انا جايبات برنامج بعربيه، وزي ما انت حضرتك شايفه كده الاسطوانه بتاعه الاكسجين، لان ما عندوش اكسجين خالص. فكان يوم الثلاث حصلت له ازمه جامده جدا، صدره ده قفل خالص. الدكاتره حولت ان هي تفتح صدره من اول، يعني عشان خاطر الاكسجين يحاول ان هو يشغل الرئتين بتوعه. فحصلت له ازمه جامده جدا. ايه القمر ده؟ انت عارف ان انت امور قوي؟ عارف كده؟ حد قال لك ده قبل كده؟ وعارف ان انت هتبقى كويس وزي الفل ان شاء الله؟ عارف كده؟ عايزاك بس كده تبص للكاميرا وقول يا رب. قول يا رب. وكلم كده، عايزاك تبعت رساله للملك سلمان وتقول له انه انت عايز ايه؟ قول له انت عايز ايه؟ انت فهمت احنا بنقول ايه يا اسلام؟ قول له يا حبيبي
قول له يا ريت تخليني اعمل عملية عندكم. يلا. لا يا ماي انا عندي وخايف. ده بقى عنده رعب جامد. خايف؟ عنده رعب جامد قوي من الاكسجين. حاسه ان يعني حياتي طيب دي كلها أنا اكسجين. انا الحقيقه يعني انا بتوسل زي ما قال الدكتور الحقيقه انه الحل الوحيد في المملكه العربيه السعوديه. بتوسل انه حد يوصل حاله اسلام للملك سلمان او الامير محمد بن سلمان، وانه احنا واثقين ان هم هيتدخلوا لانقاذ حياته. فيعني انا بتوسل يا رب. بتوسل للملك سلمان انه يعني بص بعين الرحمه لابننا اسلام وابنك، وقلبك كبير انا عارفه ملك سلمان واسمه الامير محمد بن سلمان. اتوسل اليكم عشان اسلام يعيش ويلعب زي اصحابه ويعيش في حضن مامته وباباه. واي حاجه نقدر نعملها انا ممكن يعني اجيبه او نبعته مع مامته وباباه ويروح ويشوفوا حالته في السعوديه الاول وتقولوا لنا ايه اللي يحصل هناك الاطباء. يا رب تكون ابواب السماء مفتوحه يا رب وتسمع مننا يا رب. انا برجو من الساده المشاهدين ان هم يدعوا الاسلام. شكرا. فاصل.